أو ضد التصوير في الأعراس والمناسبات؟ أنا ضد ماشي حتى الأعراس والمناسبات، أي حاجة زوينة كتعيشها حيت الطون مثلا عندك أسبيكتاكل غنجي مثلا غنتفرجك وأنت كتغني وأنت كتغني وديرها ما تفرجت فيك ما تمتعت باللقاء ديالي مع الأختيست. لا ماشي هذنا الحفلات، كنهضروا على الحفلات البريفي بحال العرس اللي هذوك لي زيفينمون انتي عائلي. جوستومون حتى في لي مومون انتي عائلي راه خصنا نجلسوا ونجمعوا مع بعضياتنا ونشوفوا العروسه شنو لابسه ونشوفوا التريتور شنو دار وهادو شنو نغوسيبيو بلاص ما نشدوا التليفون باش نجي غدو بعد غدا نوري الماكوزين اللي عندها 50 عام بعد ما يدار شوفي فلانه شتي هادي دادا نبدا ندير به السم داك الفيديو او نبدا كريتيكي به في عباد الله. انا بعدا بيرسونال جو سوي كونتر وجامي ما كان فيلمي سي تري غار. انا كونتر مي كونتر العرس اون جينيرال دونج اكزاكت. انا كونتر العرس اون انا جو سي كو توا كونتر العرس حتى انا جو سوي كونتر العرس ما كنمشيش للعرس جومون مي غير نحبس حنا الفقره كاع من الشيء كامل عرفتي شنو غنقول لها انا كونتر جواج وغنسالي وجهي انا كونتر العرس ما هكاك لا تحضري ليه ماشي ما كان انفلونسي حتى ما كان مانيبيولي حتى حد هادي بيرسونيل. دابا نهضروا كعامه الناس حيت انا هنايا بور بارلي العراضه ديال العرس ماشي لا العرس كعرس لا العراضات زعما زايده زعما طحتوا فيا انا فهاد الموضوع مي تو غيزون. انا ضد علاش باسكو سي انتيم اي باسكو سا في بروفيت دو لوكيتا كاين فوتوغراف كيف قال كيكون فوتوغراف صوب تصاورات اللي هما بروفيسيونيل تقاد ولا وعرسك وعرسك تا لو دووا دير فيه ما بغيتي تقدر دير انترديت صور انترديت صور عرسك سي توا تي مولات العرس العكس صوروا جو فو هذا صور مي انا جو بونس كان مارياج ولا بور لي زونفون ولا داكشي انتيم تي لا ماري وشوف العائله ديال راجلها حتى هي ايزون ديسيدي اون ريغل تكون في هذا ديال شي عرس قولك بغيت كلشي يكون حفيان كلشي يجي حفيان. لا انت ماشي غادي تجيبني العرس وغتعرض عليا وغتعشي تقول لي لا وحيد التليفون لا وحيد حفيان لا حيت نضالتك لا لبس هادي لا هادي عرضتي عليا نجي داك الشيء اللي بغيت نصور. لا ولكن واش لا ولكن عشاش وانت معروضه الفوتو وانت معروضه انت معروضه وكتعشاي واحد السيده في ديك الطبله اللي هي ما كتعرفيهاش وانت كتاكلي واخده راحتك ولا مجمعه ولا كتضحك ولا كتعكر ولا جو سي با كوا وجي وحده غتفيلمك شنو غتكون لا رياكسيون ديالك؟ لا ولكن سي توجور ايتي لكا قبل ما كانوش عباد الله كيجيبوا لي زاباري فوتو كيصوروا بهم خال العروسه جايب الانترنت وما كانش انستغرام كيصوروا بعضياتهم مثلا خالك جايب اباري فوتو من بلجيكا ما غيروش يبدا يصور في الناس جالسين كيصور عائلته هذه بنت اختو هذا ولد اختو هذا خو يعني دابا كيصورك شي حد اللي ما كتعرفيهش غتلقاي فيديو ديالك باسكو باغي يصورك صورك باسكو باغا يقدر حتى صورك باغي يصورك مثلا شاف كولي لابسه لبستك الشيطه لابسه الناس راه قوسين عجباتها بغاتصيب بحالها. لا واش انت ما غيبقاش فيك الحاله اللي كنتي تصورك عند شي حد ما كتعرفيهش؟ لا تاكد صافي قفراتها انا صفت لها الناس صفت لها الناس يلاه مي سورتو العرس ديال لي دي بيرسوناج بوبليك لا جو بو كومبخوندر تقدر تكون هنايا تقدر تكون شي حاجه مثلا جو سي با انايا ابتسام في عرس تي ان بيرسوناج بوبليك جالسه باغا تكوني توا ميم باغا تقولي هضره اللي كتقولي توا ميم. لا لا كاين اللي ما كيجيش ماشي بحال هكا كاين اللي كاينين دي هضرات اللي ما يمكنش تقوليهم قدام قدام لا بوبليك. لا غتجي فيلميني في عرس وموسخه خدام ما غاديش فيلميني وتعاودتها لا غيفيلميك وانت لا غيفيلميك وانت كاسه في طبله وكاسه في طبله ولا كدوي في شي حاجه مثلا كاين انت وساره وكدوي في شي موضوع اللي بيناتكم فهمتي وحده كاع ساك دراسه بحال كتصور فراسك كتبدا ديرها حيت كيديروها كيديروا بحال كيخدموا سيلفيات رشاد داك ما لا رشاد دنا ميمه واحد المره مشيتي لا كتقدا في ان سوبر مارشي تبعها بنت صغيره بنت صغيره وهزات تليفون السيده كتهضر معايا غير اخرى كدير لها واش عندك تعبني حتى انا ماشي مادونا انا راه ممثله كنتقدا زعما ها انت كاع صورتيني كنتقدر ما غنستافدي حتى شي حاجه سلا ديرونجي بيان سور تقدر تاخد شي ماركه يمكن هذا تقول لك شوفي كيشوفوا لك في الشاريو كتقدا في سوبر مارشي انا سا ماغيف سوفون كيشوفوا لي في الشاريو اشنو مقداش مقدينا مثلا شكا ناكل شي حاجه ما كايناش كيشوف لك الشاريو تقول لك شي فلان وي عرفتي قداش العادي واش العادي يا تقضي حالتها يا تقضي الناس مسالين ولا دابا هادشي ولا كيمشيو لين لانت الحاجه اللي هي نيجاتيف واحد الايلاينر راه طالع شويه وهذاك راه هبط شويه هذاك شويه مي با او بوين وسمحوا لي ان دانتيرديغ لا انتيرديغ واحد ما غاديش يجبد التليفون وما يهزوش لا انتيرديغ تصور تقول لي لا حبك حب التليفون سمحوا لي لا انتيرديغ واحد ما دابا تو كونترولي دونك كاسكو سو دي والله ما انوليك كاريمون
اصلا غير جيوا ثلاثه ولا جوج لو بلوز امبورطون في العرس هو التصاور وداك الشيء سي سالنا وتحيد لي التليفون تاعي في الدخله ولا شي حاجه ولا دابا دير بوشات كيداروا في لي مارياج كيديروا لك في التليفون اللي كيسد لك لاباري فوتو اه صافي انتريسون اسكي شي انتريسون دي بوشيت بلاستيك كيعطيو لي زانفيتي كيدير لك في التليفون ديالك اللي داك لا بوشيت لا باري فوتو مطرقه اللي غتصور لا ما كتعرفش كد اه ولكن تي بيتيليزي طون تليفون صيفط تصور ما يمكنش تصور اي اكزاكت مزيانه هذه لا خويا علاش علاش بنتي انا ولا ما نصورش كيفاش ما تصوريش بغيت نصور راسك ما تصوريش الناس صوري راسك في دار كنتي لابسه بغيت بغيت نصور في العرس عجبني البيسين اللي في العرس بغيت نصور الناس صوري شختي على الناس صوري ما صوري فين شتيني واش غنصور الناس ولا غادي نصور راسي حيتي لي التليفون واش انا دريه صغيره واش ندخل كونكور انا معروضه واش اخويا غيتعرض عليا وتخنقني ما تعرضش عليا لا ماشي سيتوش الخليقه هذا عطاك شكون كونديسيون لا جوستي جولي ما كاينش عرضي بكونديسيون واش عرضي صحفي راه عرضيني لك اوتون كانفيتي غتبغي كتصوري فيها باقي اخويا وانا ندخل لشي وزاره من حيت التليفون ندخل على العرس ماشي عرس راه عرس عرس ديال بريفي ماشي عمومي ومن بعد انا بعدا ما نقدرش نقابل التليفون تاعي حتى ربع ساعه لا جوستي وي كلنا وي درنا ندخل داكشي علاش غنقلك واحد الساعه في العرس ولكن انتي ملي كتكوني دابا معنا في برنامج ما عمرك كتصوري ستوريات حنا كنطلبوك نقولك اجي تصور معاك ستوري ما عرفتش انا ملي كنبغي نمشي للعرس كنبغي نصور في العرس دونك انتي ضاويه زعما داك العرس ما بغيتش نصور ولا نصور لا ما تحيدش لي التليفون ديالي ما تحيدوش لي واخا ما غنصورش به غندير لك سكونال وغادي نقول لك رجع لي التليفون ديالي باسكو ما تحيديش التليفون لا ما يتحيدش لك يتحيد لك مثلا تغوتيغ لو ما تعرضش عليا تقول لي لبسي لا ما غاديش ياخذوا لك التليفون سمحي لي سارة تعرفش عليا تقولي لبسي البيض ولا وايت بارتي ولا بلاك بارتي ولا ما عرفت شنو ما تعرفش عليا تقولي لبسي هاد دريس كود ولا شي حاجه باش لا انت ما باغاش تعرضي ما تعرفش عليا تقولي درت معاك مع جوج سمحوا لي انا كنت لك كونديسيون ديالي وابخي لي مرحبا ما تعرفش عليا تقولي مع جوج قد تكوني هنا ولا غنداو بس حيت انت ما داكشي ما يا سلام كتبتي سام جوج بونجور السبعه بونجور وما تعرف مشيت للصالون مشيت نتقاد بشويه عليا شنو غادي نجي فيا نوصل عندك كاين الهيت بالجريه شويه عليا غادي نوصل وما تعرفش لي تقول لي ما تهزيش التليفون كل ما تصوروش ولا ما ديريش عرفتي عليا سي انفيتاسيون كونفيفيال خليها في لا كونفيفياليتي عرفتي باش كدير السيده راه حتى حد ما غيعرض عليها قفارتي علاش عرض عليا اون بون اي دو فورم عرض عليا عرض مقاده وخليني لا راه كاين كيديروا لي تام دريس كود ذا وايت بارتي ولا ما عنديش سمحي لي يا ساره ما عنديش تكشيطه في الابيض نوض نخيطها انايا بجوج مليون تلقايه ومالك ما عندكش خطوه لا صحيح بارفوا اون تامبوز دو تام با فورسيمون عندك انت عارف ان العيالات ماشي بحال الرجال تعرضت العرس عندها بيجي ديال التكشيطه هي غتكريها هي غتشريها هي غتصيبها ماشي بحال لي زوم غادي يلبسوا ان كوستيم سكيف ديجا مكيش غتعرض عليا وغنوحل باش نلقى تكشيطه نلبسها وانكور بلوس تقول لي هاش من تكشيطه خاصك تلبسي والله يا اختي لا الرجال كيتحدبوا في الحوايج اكثر من اللي هي هذا موضوع اخر هذا يا با الشوا ما كاينش لو شوا قول لي دابا كوستر بيد ديال الرجال فين غنلقاها هي با الشوا اور كل العيالات كيكريو البالا ديجا خاصك تكون شاد حق الله وحاجه واحده اخرى ما تلبسوش اصلا لا والعيالات لا شونس اللي عندهم انه كاين تو لي بيدجي من غتكري تكشيطه ب 200 درهم تشري قميص ب 300 درهم ماشي غتكري ل 20 مليون الرجال إذا با الشوا اولا حوايج ما كيتكراوش لا ربي كاين واحد كيكري حوايج كاين واحد كيكري حوايج ولكن داكشي حالته ما علينا راه شو السركر ديال تكراش كيفيتي وبليزون ولكن واخا ولكن كاين نو بوكو بلوس دو شوا حتى لي سولد في الحوايج العيات توجور لي سولد حتى لي مارك لي بيتيت مارك لي موين فهمتي كاينين كاع لي بيدجي صباط ديال الرجال دو موساطو حيت اون جينيرال صباط ديال الرجال بغيتي صباط في المغرب صباط عادي صباط ما كاينش حيت اون جينيرال الرجال كاع ما يسيرش با سافوار ماشي كلشي متشبت واج انجو ماشي هذا هو الكوستيم كاين اللي لابس الكوستيم سبعه العراسات دو سويت هو نفس الكوستيم ما عندوش مشكل سي فغي ما عندوش مشكل ما كاين اللي ما عندوش هذاك حيت كوستيم واغ في الباسبور لا كثار الراجل كيلبس الكوستيم في الخدمه من الاثنين حتى الجمعه والسبت كيمشي بين العرس اكزاكت كي امورتي داك الكوستيم ماشي مشكل هو نا با بروبليم شونج دو كرافات شونج دو بابيون لا حياني ولا رجال ولا رجال اكزيجون ما كان مشيتكم مشيتوا بعيد في هذا الموضوع هذا واحد المهم جاي موضوع